صباح الخير على كل الناس اللي بيتابعنا عبر شاشة الشروق الفضائية من داخل السودان، وسودان عزة وسودان العزة وسودان الكرامة. ديسمبر المجيد يحتفي ويحتفل بثورات عظيمة جدا، وبالأمس تم الاحتفال برفع علم السودان من داخل البرلمان، وبنشهد احتفالات عظيمة للسودان، وأيضا تليها ثورة ديسمبر 19 من ديسمبر هي ذكرى الرابعة لثورة عظيمة وثورة جديدة وسودان مختلف. سودان يحمل كثير من المعاني المختلفة، يحمل كثير من الأمنيات والطموحات اللي ممكن تحصل للسودان، ونتمنى فيها إنه نشوف سودان جديد، سودان مختلف. كثير من الفنانين والشعراء تغنوا للسودان حباً وعشقاً أرضاً ووطناً. أرفي رحمة ومغفرة لكل الفنانين الكبار اللي رحلوا من دنيانا وتغنوا لهذا الوطن ورسخوا أغنيات الوطن الخالدة. نحن اليوم نحتفي أيضا من داخل استوديو الشروق بهذا الحدث الكبير واحتفالنا بالسودان، حيظل موجود جوانا في حبنا له وفي تمسكنا الكبير بأنه نحن نتقدم ونكون غدوة أمام كل الشعوب. دعوني ورحب بضيوفي داخل الاستوديو. أهلا وسهلا بكم. صباح الخير عليك الأستاذ خالد إمام، موسيقي وملحن وشاعر، أهلا وسهلا بك. صباح الخير عليكم قناة الشروق، والتحية لمشاهدي القناة. نحن أيضا بنجدد التهنئة للقناة بعودتها الرائدة والكبيرة في المجال والفضاء الإعلامي. تحية واحترام لهذا الشعب العظيم، الشعب الأصيل، اللي يجب أنه تدرس أفكاره وتجاربه على مستوى كل المناهج في العالم. أفكار جديدة طرح الشعب السوداني على شكل دائم. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ خالد. أيضا كمان ضيفي من داخل الأستوديو هو فنان واتحاد، عضو المكتب التنفيذي وأمين شؤون العضوية باتحاد الفنانين، الأستاذ سيد عوض. أيضا كمان حيغني لنا أغنيات جميلة. وصباح الخير عليك، جميل لنا الأستوديو بالصباح المختلف. طيب أنا قبل ما أجمل لك الأستوديو، خليني في الأول أنا يعني أرحب بكم برضو باستفادتي أنا يعني ضيف، ودائما الواحد بحيي كل المشاهدين وبعيد الثورة بعيد الاستقلال، ونقول له إن شاء الله السودان دائما في عزة وفي رفاهية وإلى الأمام إن شاء الله. إن شاء الله نحن وإنتو حنكون مع بعض إن شاء الله أستاذ سيد وأستاذ خالد، لكن خلونا نمشي مع المشاهد نشوف الكنترول محضر لنا شنو من الأغنيات ونرجع نستكمل حوارنا. حبيب عمري وصفك المغري، وصفك المغري. غني يا كبري واشد بين نجوى، غني للدنيا في الغرام. كبري واشد بين نجوى، غني للدنيا في الغرام غنوى، وغني قول لي أمانينا، قول أمانينا وانت غم مفرح. غني واسمعني في حبيب وصفك المغري، وصفك المغري. وغني يا كبري واشد بين نجوى، غني للدنيا في
وانواع غني يا كبري واجد بالنجوى غني للدنيا في الغرام غنوى غني قول يا قمري وغني واسمعني واطربني اليوم حنسمع وحنطرب. شكرا جميلا سيد على هذا البهاء والجمال والألق، ونحن حضور انت بيض بيننا ما بين العود والأوركسترا. لكن خلوني نشوف، بما انه نحن نحتفي ونحتفل بأعياد الاستقلال المجيد و68 عاما من الاحتفال بعمر كامل لاستقلال السودان المجيد. كل انسان في حياته بيعني له الكثير، لكن عايزه اشوف استاذ خالد استاذ سيد بالتحديد شنو بيعني لكم هذا اليوم من استقلال سودان عزه وسودان جميل وسودان كبير. تحيه للشعب السوداني مجددا. الحقيقه في قضايا محورية وأساسية في تاريخ الشعوب والأمم والحضارات يجب أننا ما نختزل بشكل صغير. حقيقة الشعب السوداني عنده تجارب وكفاحات وإشراقات عظيمة جدا من فترات تاريخية قديمة، ولكن كان التتويج الحقيقي للحركة الوطنية كانت في من سنة 1954 لحد 56، وتم الاستقلال الحقيقي لجمهورية السودان. ولكن القضايا القومية الوطنية هي أكبر من أنه نحتفل بتاريخ السودان على اعتبار أنه هو كان بدايته وانطلاقته في الاستغلال. نعم. القضية الإنسانية الحقيقية لشعب السوداني الآن تتمحور داخل هذا المحيط الزمني البسيط اللي بنتعامل معه الآن، لأن القضايا الآن أصبحت أكبر من أنه يصبح تاريخ السودان هو الاحتفائية أو الاحتفالية. تاريخ السودان الحقيقي الآن هو يكون فيه جيل موجود الآن، عندنا جيل جديد متمرد على نفسه، متمرد على الأفكار، متمرد على مجمل القضايا اللي كانت تتم تناولها بشكل سطحي وغير مرتب، على كسر كل الحواجز. نعم صحيح. هذا الجيل اللي هو التحية والاحترام والتقدير، جيل معلم، أكيد أنه هو يستمد هذه الأفكار والرؤى من أجيال متعاقبة صنعت تاريخ حقيقي في تاريخ السودان. كانت في كل مرحلة مراحل تتوج الحركة صحيح. الوطنية والحركة القومية بأشكال متعددة من الإنجازات والإشراقات. الشعب السوداني ملهم للشعوب الأفريقية والعربية بوجوده الحاضر الدائم على مستوى الحركة السياسية، الحركة العسكرية، الحركة الاقتصادية، وكذلك الحركات المختلفة على مستوى الأنشطة المختلفة على مستوى الدول.
صحيح نحن إذا تحدثنا بهذا الطريق عن السودان وعن الشباب وعن الجيل حنلقى فيه جمال مختلف وفي احتفاءات زي ما ذكرت مختلفة بأنه نحن نصل للمكان اللي احنا واصلين لها الآن بالقدر الكبير من الوعي والمعرفة للشباب. أستاذ سيد خلينا نشوف أنه 68 عام هي أكيد ما سهلة طبعا، هل نحن نجحنا فيها في بناء وطن حقيقي؟ قدرنا؟ والله أول حاجة التحية لكل الرعيل الأول صنعوا الاستقلال وأدونا وطن كبير، وطن معافى، وطن الجمال، وطن الخير، وطن المحبة. ونحن حقه يعني نحن نتمسك بكل المبادئ تركوها لينا الجيل من الرواد، وأفتكر أنه نحن حقه نحتفل بالإنجازات. ما الاحتفال ده بتحتفل بحاجة يعني سابقة. نعم. لكن الآن إحنا ماذا فاعلون؟ يعني هل إحنا قدرنا تمسكنا بهذا الوطن؟ نعم. حافظنا على هذا الوطن، ونتمنى إنه يعني في الثورة العظيمة دي الشباب يعني ما شاء الله عليهم في أفكار نيرة، وفي شباب ناضج، وفي شباب أنا أفتكر إنه الآن الشباب ده لو تركوا له الأمور والله فيه خير كبير جدا جدا، وفيه وطنية وفيه روح جميلة. أفتكر صحيح. إنه حقه نحن ندعم هؤلاء الشباب ونقف خلف هؤلاء الشباب، لأنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نخزروا الشيوخ نصروا الشباب يعني. صحيح. ففي الشباب في الهمة، في الشباب في الأفكار، في الشباب في التجديد، في الشباب في تجديد الدماء، وحقه نحن ندعم هؤلاء الشباب الواقفين خلف الثورة وواقفين خلف السودان يعني. صحيح. انتوا الاثنين اذا نحن بنتفق في انه استاذ خالد اليوم 19 ديسمبر ايضا كمان يعني الكثير من الناس، كان ضحاياه شهداء لهم الرحمه والمغفره، يعني نحن فقدناهم في سبيل انه نعيش الان الاجواء اللي احنا شايفينها من حريه وسلام وعداله، وسودان قد يكون مستقبل جديد بننظر له بنظره مختلفه. ايضا كمان 19 ديسمبر ما بنقدر ننكر انه هزم كثير من الأشياء اللي كانت عند كل إنسان واحتفل به وكل سوداني يعني. نعم صحيح، 19 ديسمبر تتكرر التجربة أيضا من خلال احتفالية رفع العلم داخل برلمان السودان. نعم. وتتكرر الآن على مستوى الاحتفالية الكبيرة التي نحتفل بها اليوم لهذه الذكرى. نعم. وأعتقد أنه الآن الشباب بفخر كبير وبإحساس عالي جدا بالقومية وبالوطنية المنتزلة في الشعب السوداني، الآن هم يتمددوا داخل الوطن بشكل احتفالي عالي جدا، تسوقهم معها قدرات عالية جدا وأفكار حقيقية. الآن هم يحاولون أنه تصبح هي جزء من المكون الإنساني داخل المجتمع السوداني. صحيح. 19 ديسمبر، وأعتقد أنها من التواريخ التي يجب أن يتم دراستها بشكل عميق جدا، لأنها كانت نتائج تجربة نستطيع أن نقول فيها كانت كثير من المرارات. صحيح. ديكتاتورية بحت. نعم، وأكيد أنه كان في أحلام كبيرة جدا كان الشباب يتمنوا أنها هي تصبح أمر واقع، ويستطيع أن يقدموا بها إنجازات عظيمة على مستوى هذا الشعب السوداني. رغم الحاصل نرى الشباب أنه متمسكين بثورة ديسمبر ومتمسكين بأحلامهم، ودي القدرة، القدرة على أنك أنت دائما في شكل دائم مستمر تستمد الإيجابية من الطاقة الحقيقية الكاملة في الشباب ديل، وتستطيع أنك تحولها إلى منتوج فعلي حقيقي موجود. نعم. قدامك، ودي القدرات الحقيقية. صحيح. الآن أصبح العالم يعتمد على بناء وتنمية قدرات الشباب، لأنه الشباب يستطيعوا هم ليكونوا كل الأفكار، يستطيعوا أن يكونوا كل الاستراتيجيات لتخدم الوطن والحضارات كذلك. 19 ديسمبر في كل الأحوال هي تجربة حقيقية للشعب السوداني، يجب أنه بشيء نقدر نقول التقديس أنه نتعامل معها على مستويات أرفع، وعلى مستوى القيادات يجب أنها هي تكون الفكرة الأساسية في أنها كيفية تطوير الفكرة حتى. صحيح. حتى تستمر بالشكل الجيد. صحيح. أنا أعتقد أنه أستاذ خالد أنه يعني الشعب السوداني ده شعب معلم، شوف قدر عمل 3 ثورات، ثورة أكتوبر. صحيح. ثورة كانت عظيمة جدا. نعم. يعني أجمل الأغنيات اتعملت في أكتوبر. في أكتوبر، والأغنيات دي ما اتعملت من فراغ، اتعملت لأنه كان في ثورة عظيمة بحجم الأغنيات اللي اتعملت، بحجم. نعم. الكلام اللي اتقال فيها. بعد ذلك اتعملت الثورة بتاعت الانتفاضة، أيضا كانت ثورة عظيمة جدا جدا جدا. والآن حاليا نحن بنعيش في أجواء ثورية جميلة جدا، وأجواء ثورية رائعة. أنا أفتكر إنه الشعب السوداني شعب كبير. ده بيدل على الشعب السوداني صبور، قادر يغامر ويتابع كل الثورات دي ويكون حريص لأنه يصل لمجده ويصل لهدفه وغايته يعني. نحن غنينا للثورة أغنيات كثيرة جداً.
نحن حنسمع، لكن برضو كثير من الفنانين اللي تغنوا للثورة وكان لهم الحماس ودور الفنان جزء لا يتجزأ. شوف الفنان هو بدوره لي الفنان هو نعم. مرآة شعبه، والفنان هو بيعيش معاناة، معاناة الشعب ومعاناة الغير، وهو المرآة الحقيقية كويس. فالفنان لابد أن يكون رسالة، يعني يقدم ما يحس به الآخر، ما يحس به مجتمعه، ما يحس به المجتمع الحوله يعني. فالفنانين يعني من قديم الزمان كان لهم دور ودور كبير جدا جدا في الشأن الوطني، وحتى أحمد المصطفى وحسن عطية وعائشة الفلاتية في وقت من الأوقات سافروا مع الجيوش ومشوا يغنوا للجيوش يصروا صحيح. لأنه أنا بفتكر أنه أنت الليلة لو داير تعمل لك يا أستاذ خالد مثلا تقول معلومة معينة، أنت داير لك منابر وداير لك كراسي وداير، لكن الغنى هو أسرع وسيلة ممكن يوصل بها. الغنية دي بالمناسبة بتتنفس بين الشعوب وتحوم بين الشعوب. الليلة ممكن أغني غنية صغيرة جدا مش على بتاع دقيقة ونص أو دقيقتين، يحوم بين الناس يحوم بين الشعوب، يوصل المضمون، يوصل المضمون، ده المطلوب. لأنه أنا أفتكر لدور الفنان في دور كبير جدا جدا، وأنا بدعو كل الفنانين. نحن الآن في اتحاد الفنانين الآن عملنا مشاعل كثيرة جدا، عملنا كم 30 مشعل صغير دقيقتين دقيقة ونص دقيقتين، بنتكلم عن القوميات، بنتكلم عن نبذ العنصرية، بنتكلم عن حب الوطن، بنتكلم رسائل، مسجات رسائل بسيطة رسائل تصل للناس. وكل الفنانين شاركوا في هذه ال المشاركات الصغيرة، المشاعل المشاعل، وإن شاء الله حاتوا بس قريب يعني أنه اكتمل التسجيلات. وده نفتكر ده الدور الحقيقي والدور الطبيعي للفنان. يا سلام يعني. وده امتداد لمسيرة طويلة أستاذ خالد، ممكن يكون بداها العبقري خليل فرح، ساهم لنا مساهمة كبيرة في 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 أغنية الحماسة والغناء نعم. للوطن يعني. نعم صحيح. وقبل خليل فرح أعتقد إنه الموروث السوداني غني وذاخر جدا بالأفكار صحيح. القومية، وكذلك حتى على مستوى التجارب البسيطة على مستوى البيئة، بنونا بالتلمك، الحكامات في منطقة غرب السودان، الغناء كان معتمد على قضية القومية والوطنية في منطقة وسط السودان، شرق السودان بما فيه من تنوع ذاخر جدا وعالي جدا بالمواهب والإمكانيات، قدم تجارب حقيقية. كذلك المناطق في لنقسنا وجنوب السودان، أعتقد نحن عشنا فترات جيدة جدا، كان فيها التمازج كان عالي جدا بين المفردة، قد لا نستطيع أن ندرك مضامين اللغة، ولكن نستطيع أن نشعر وجدانيا بأن كيف تؤدي هذه المفردة إلى توحد الناس في مكان واحد. حقيقي الشعب السوداني أصبحت لديه أفكار متوارثة، الآن عندنا مكون حقيقي جدا في الذاكرة السمعية السودانية، نستطيع أنه في كل عبر كل جيل إنه نلتقط منها الإشارات الحقيقية اللي بتدي للمبدع السوداني والفنان السوداني قدرات عالية جدا إنه يسيق المضمون الوطني في قصيدة أو صحيح. واحدة من المفردات والكلمات اللي إلى الآن عند كل أسهان لما طرد الإنجليز وكان يا غريب يلا ويلا لبلدك، نعم سوق معاك ولدك ووطن الجدود، نبديك بالأرواح نجود، نعم كثير من الأغنيات الممكن زمان كان ليها أثر كبير ودور كبير، ده اللي ولا زال وصل ولا زالت نحن بنتكي عليها ولسه نحن بنعدد عليها في إنه نقدر دور الفنون نحافظ عليها. دور الفنون بيقولوا زمان نابليون لما يغزو أي منطقة أول حاجة بفكر فيها بيمشي يشوف كتاب الأغنية ويشوف كتاب الأغنية ديل بيكتبوا شنو، يا تنوع من الغنى نعم. يا تنوع من الثقافة، عشان بعد ذاك يقدر يتعامل مع الشعب. لأنه أنت لو دار تنظر لأي شعب بتنظر لفنونه، تنزل لإبداعه، بتشوف إنه الشعب ده متطور لياته مدى، لو دار تقيس تطور الشعوب يعني يبقى معنا نحن ذاتنا هسه دايرين نشوف لأي مدى أنت ممكن تسمعنا وتطربنا. طيب ولأي مدى غنينا غنى كثير جدا للثورة، غنينا الثورة جاد عشاني وعشانك، يا سلام تأمل لك مكانك، ثورة عظيمة باسلة تبحث عن أمانك، يا سلام. وغنينا سودان الشموخ، ونبدأ لكم بسودان الشموخ هي والعملين دي اللي أخونا وحبيبنا الشاعر عبد الرحمن محمد بخيت وهو في المهجر يعني. الله يديه الصحة والعافية. الأغنية بتاعت الثوريات كان معي أخوي الباشمهندس علي تونجا وكان بيعافية شوية وجيته بالعربية سكته عشان نمشي يتعالج يعني المشفى. نعم. لقينا الشوارع كلها مترسة وكذا، محل ما نمشي ننقل شارع مقفول. المهم لفينا كثير جدا جدا، جينا بشارع لقينا الشارع مقفول. قلت لها يا بنتي افتحي لنا الشارع عشان عمك ده عيان شوية بعافية عشان نمشي المشفى ده هنا.
قالت لي يا عمي اللي بنعمل فودة عشاني وعشانك. يا سلام. فقلت لي خلاص يا أستاذ علي تونجم شوف لك قرض ولا أي حاجة أصور رجال عشاني وعشانك. دقيت لي أخونا عبد الرحمن محمد بخيت قلت لي يا عبد الرحمن أصور رجال عشاني وعشانك. في نفس اللحظة قال لي تأمين لك مكانك صورة عظيمة باش تبحث عن أمانك. يا سلام يا سلام. كتب سودان الشموخ. سلام عليك يا سلام. ثورتنا دايما سلميه ونحن نتمناها اكيد سلميه وزي ما شايفين. ومين اللي كتب الكلمات دي؟ الكلام ده كتبه اخونا الشاعر عبد الرحمن محمد بخيت وهو حاليا في الامارات العربيه المتحده. الف تحيه وصباح الخير عليك من صباح الشروق. وكتب اغنيات كثيره جدا جدا وطنيه حقيقه وهو راجل شاعر وراجل مجيد. ونقول له السودان بخير وارض النيل ترحب بك وحبابك عشره. اكيد. لكن خلينا ننتقل لاستاذ خالد. ليه دائما بنلقى الفن والشعر والموسيقى محارب من السياسيين؟ يعني زي الاغنيات الجميله اللي احنا بنسمعها عن السودان وعن النص اللي قبل شويه ده فيه مفرده انيقه جدا وردت في النص وهي تاريخ لحضاره سودانيه. النص فيه كلمه الكنداكه لو لاحظت. صحيح. والكنداكة هي لفظ تاريخي سوداني قديم والآن تم استخدامه واحدة من المفردات اللي كانت حقيقية في الوسط أثناء الفعاليات الثورية. الفنان هو القادر على أنه يؤرخ
للأمة ويؤرخ للشعوب بشكل جاد، وهو يستطيع أن ينقل أفكاره عبر فترات زمنية مختلفة جدا. صحيح. وتظل كلماته ويظل حضوره موجود على مستوى الخارطة أعلى من أي صفات تانية مهنية أو غيرها. فنان هو زي ما قال سيد قبل شوية قادر على أنه يكون هو اللسان الحال الناطق باسم الأم وباسم الشعوب بشكل دائم. الفنان أيضا هو لديه القدرة أنه يتواجد في كل البيئات وكذلك في كل الأوساط بدون استئذان، ويستطيع الدخول لكل المنابر فقط عن طريق الكلمة. صحيح. أنا لما أقول فنان أعني الفنان الموسيقي والفنان الملحن والشاعر وكذلك الرسام كلهم. نعم، كل الأنشطة الإبداعية، لأن قضية المبدع في كل الحضارات هي لا تعني جيل الزمان نفسه. المبدع هو مسؤول زي ما قال سيد قبل شيء، هو ذو الرسالة، هو يجب عليه أنه ينقل الرسالة عبر أجيال مختلفة وتظل قاعدة. قبل شوية تكلمت عن خليل فرح، بعيدا عن الأغاني الغنية، لكن أغنية عز في هواك، عز في هواك مثلا تظل إلى أيقونة. هي صحيح؟ هي الآن موجودة. الآن الأستاذ الشاعر قبل شوية تحية والتحية وتكلم عن قضية مهمة جدا، دور المرأة في الثورة السودانية، دور المرأة في المجتمع السوداني، في الحضارة السودانية امتداده عالي جدا وكبير، ولكن احيانا لبعض المؤسسات الاجتماعيه والخاطئه لانه تكون الفترات غير مناسبه لانه تطرح القضايا بشكل جيد، ولكن القضيه الجوهريه الاساسيه من هو صاحب الدور الحقيقي في هذا النشاط الثوري. وبالتالي الان القضيه كانت مطروحه عن داخل النص كلمه الكنداكة اصبحت واحده من العبارات حتى تداول على المستخدمة طبيعيا. الكنداكة والمرأة السودانية لقت انه من زمان يعني حوت طقطاقة وعش الفلاتية. نعم. وكل الحكامات. نعم. اللي كانوا وقتها هم مع الرجال، وكانوا وقتها بيشدوا بأزر الثورات. ايوه، واحده من الروايات نحن حفظناها عن ظهر قلب، رابحة الكنانية. رابحة الكنانية، ورابحة الكنانية، وقصة رابحة الكنانية كان بفخر كبير جدا لما اسمع قصة رابحة الكنانية، واتمثل كل النساء السودانيات في قصة رابحة الكنانية. شوفي المفهوم وعمق الرسالة اللي بيتعامل معها. وقتها بنتعامل مع زول لا درس في معهد استراتيجيات ولا عنده علاقة بأي حاجة من المعاهد السياسية ولا غيره، لكنها استطاعت انها تحفظ قضية أمة عشان توصلها بشكل جيد، دارت قوم توصل الرسالة. رابحة الكنانية وأمثال رابحة الكنانية موجودين في السودان بشكل مستمر ودائم. صحيح. الآن المرأة السودانية متواجدة على بعض في شكل الشارع العام في بعض ممارسة بعض المهن بكل هذا الاحترام والتقدير، ممكن اليوم كذلك كل الاحترام والتقدير والمحبة، لكن لأنهم يساعدوا في إنه هذا الوطن الأجيال الموجودة فيه يجب أنها تكتمل المراحل بتاعت النمو حقتها بشكل. هل الناس استشعرت أنه الوطن أصبح عكس ما كان في السابق أنه ملك لأي إنسان؟ الآن أي إنسان حاسي أنه الوطن ده ملكه وحقه وعايز يبدع ويقدم فيه الأكثر ويكون حريص عليه. حقيقة في الجزئية دي بالذات فيها أخطاء كبيرة يتم مراجعتها بشكل جيد، ولأنه أنا في تقديري برضو أنه عمليات التخطيط الأساسية الاستراتيجية يجب أنها تتم على مستوى المجتمع ككل، لأن لو تناولت الناس كل على هواه يصبح بعد ذاك الموضوع فيه شيء من الفوضى والغير نافع أصلا. نعم. كده الآن يجب أنه يتم مراجعة تصحيحات مسار ممكن تكون عشان نمشي في التراك الصحيح. نعم. وفي المسار الصحيح اللي الثورة قامت من أجله. نعم صحيح. طيب أنا عندي الكلام اللي قاله أخوي خالد ده كلام مفيد جدا وكلام مهم، نسمع منك كم. نحن ندي المرأة السودانية يعني هي عندها دور كبير جدا، نديها حقها يعني. والكنداكة في السودان من قديم الزمان وفي الممالك القديمة المروية، المملكة المروية ومملكة كوش وبنلقى الملكة أمانة شيختي وغيره وغيره وغيره. الكنداكة هي كانت ملكة. صحيح. وكانت هي بتقود المجتمع. إذن المرأة السودانية عندها دور كبير جدا جدا، إن في وقت يعني قديم جدا من قبل 500 سنة قبل الميلاد كانت هي ملكة وكانت هي بتقود المجتمع وكانت هي. صحيح. يعني أهم شخص في المجتمع يعني، ولا زال أنا بفتكر إنه الدور متواصل ومتعاظم وظهر لنا جليا في الثورة العظيمة دي. دور الكنداكة السابق هو أثبت للمرأة إن هي لازم تكون في تطور ولازم تكون هي الأمام ولازم تكون هي القائد يعني. نعم بالتأكيد، وهي موجودة في كل المحافل وموجودة في كل، والمرأة هي الأم وهي الزوجة وهي. صحيح. الأخت وهي الحبوبة وهي معاك في كل مكان. نحن برضو ربونا وماتنا يعني. نحن نحييهم من هذا المنبر في هذا الصباح. نعم. تحية لكل نساء بلادي لكل الكنداكات. صباح الخير عليكم. لكن خلونا نسمع الراحل المقيم ابن البادية
في هذا الصباح من خلال صباح الشروق. عشقتك لجمالك انت آية من الجمال، او هويتك لخصالك انت اسمى الناس خصال. ما عشقتك لجمالك انت آية من الجمال، او هويتك لخصالك انت اسمى الناس خصال. او لروحك لجلالك انت هالة من الجلال. الفؤاد دائما بنادي في اضطرابي وفي ابتعادي، الفؤاد دائما بنادي في اضطرابي وفي ابتعادي. ليك ليك لأنك من بلادي. عشقتك لجمالك انت آية من الجمال، او هويتك لخصالك انت اسمى الناس خصال. او لروحك لجلالك انت هالة من الجلال. الفؤاد دائما بنادي في اضطرابي وفي ابتعادي، الفؤاد دائما بنادي في اضطرابي وفي ابتعادي. ليك ليك لأنك من بلادي. جمال النيل بهاه، شلت من النيل صباه، من جمال النيل بهاه، شلت من النيل صباه، ومن جمال النيل بهاه، ومن مناظر الزغن صفحة، ومن رهيد البرد لوحة، ومن نخيل الباوق طرحة، ومن تلوج السمح نفحة. الطبيعة حنت عليك خلدت بصماتها فيك، الطبيعة حنت عليك خلدت بصماتها فيك. وليك ليك غرت كل أشيائي. We'll be right back.
طريقنا باهي يا شبابنا نجي في نعاي ما بيصحوا طريقنا باهي يا شبابنا نجي في نعاي ما بيصح طريقنا باهي يا شبابنا نجي في نعاي ما بيصحوا طريقنا باهي يا شبابنا نجي في نعاي الأمل معقود علينا والعمل الظمآن إلينا الأمل معقود علينا والعمل الظمآن إلينا بسواعدنا ونضال في غربنا وفي شمال بسواعدنا ونضال في غربنا وفي شمال غيرنا مين يا حريف أرضنا ابني ويعمر بلدنا غيرنا مين يا حريف أرضنا ابني ويعمر بلدنا أغيرنا مين يا حريف أرضنا ابني ويعمر بلدنا وغيرنا غيرنا مين يفني الأعادي غيرنا من يحرث أرضنا أكيد نحن المفروض نحرث أرضنا وعريضنا ونحن المفروض نكون إيد واحدة نتكتف عشان ما نصل لسودان موحد سودان جميل سودان بنحلم به مما قمنا وكل إنسان بيحلم إنه يعيش في أمان وفي سلام وفي صحة وفي رخاء وفي سعادة وفي هنا وفي إطمئنان ده السودان اللي نحن بنحلم به لكن 200 نحن نصل للحلم معروف لكن خلينا نشوف رأي الضيوف الموجودين ونحن 200 نصل ودي أسئلة ممكن تكون كبيرة وكثيرة رغم الثورات الحاصلة الآن ونحن شايفينها والانتفاضة الحاصلة في الشوارع العامة قبل أستاذة سيدة نحن تكلمنا عن ثورة أكتوبر وقلت الأغنيات اللي تغنت في أكتوبر نحن الآن في ثورة عظيمة ثورة ديسمبر الأغنيات اللي تسجلت في ديسمبر الآن ومن خلال الثورة دي من 19 ديسمبر لأفراد وأشخاص وكانت بطريقة خاصة جدا ما لقت رعاية واهتمام كبير جدا ولا من الدولة ولا من القنوات والإذاعات اللي أنت ذكرت إنه ما ممكن تتبث فيها أو من خلالها أنت سألت سؤال قبل كلامك ده نحن بنبني وطننا بالمحبة صحيح وبنبنيه بالتآخي وبحب الآخر وبقبول الآخر ما بنبني وطننا بالتشاكس وما بنبني وطننا بالمشاكل وما بنبني وطننا بالنزاعات الشيء الحاصل ده ما بيبني لنا وطن ده فقدنا الكثير يفقدنا وطننا ويفقدنا أي حاجة لكن نحن بقبول الآخر بالمحبة بالتآخي بنعمل البدع لأنه السودان ده ربنا سبحانه وتعالى حباوي كثير عندنا الأنهار وعندنا الأمطار وعندنا مطر تكوب ساكت والناس يزرعوا في الخل وفي عندنا الذهب وعندنا البترول عندنا أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى ما قصر معانا في أي حاجة بس نحن ناقصنا إنه نحن نصفي النية نصفي نيتنا دي مع بعض كويس والسودان ده حيكون اعظم دوله لو صفينا النيه لو قبلنا الاخر نتمنى دي دعوه نحن والله عبركم وعبر تلفزيون الشروق انه نقول لا للاختتال بنقول ليهم يا جماعه نحن السودان ده بلد كبير وبيسعنا كلنا وكلنا بنعيش فيه بالسلام وبالمحبه وبالموده وبنقدر نبنيه بصوره كويسه جدا لو توافقنا مع بعض ان شاء الله الاغنيات اللي اتعملت في ثوره اكتوبر واللي عملت في ثورة اللي في الانتفاضة في الوقت ذاك كان الإذاعة فيها أوركسترا كانت الدولة بتصرف على الأوركسترا بتطلع عليها بند من وزارة الثقافة والإعلام كان في لجان مسؤولة من الأصوات كان في لجان مسؤولة من الألحان كان في مشرفين على الإذاعة الفنان كان بيجي بيقدم غناه في الإذاعة الغنى ده يتقدم من خلال الإذاعة لأنه الإذاعة كان حريصة جدا جدا توثق الإذاعة هي ذاكرة الأمة حقيقة المكتبة تحت الإذاعة دي ذاكرة الأمة صحيح نحن في ثورة الثورة العظيمة دي الغنى اللي دعمل دي ويتقدم ويسجل يسجل سجلوه أفراد يعني أفراد سيد عوض عنده غنية بيشو استوديو خارجي بيدفع قروش وبراه وبيسجيله لكن أنا كان مفترض أمشي الإذاعة ألقى أوركسترا تقدم لي الغنى ده وتشرف عليه وتسجله بمستوى يكون راقي جدا جدا عشان يكون خالد وباقي لأنه دي ثورة لأنه أنا كان عشت الليلة بعد 50 سنة ما حكون موجود لكن ذكراك بتبقى خالدة بأغنياتك وبأعمالك الثورة بتاعة أكتوبر يعني نحن ما عشنا في اكتوبر لكن بنعرف كل تفاصيله صحيح. من خلال ما قدموه الفنانين من خلال ما قدموه الشعراء من خلال ما كتبوا الكتاب عن الثوره
أنا ما شفت الكاشف، لكن بعرف الكاشف من خلال ما قدموا من أعمال، ما تغنى من أعمال. نعم، لو كان الإذاعة أو لو كان الدولة تعاملت مع الفنون زي ما الليلة الآن، ما في تسجيلات، ما في حاجة، ما في توثيقات، إحنا ما كان لقينا الكاشف، ما كان لقينا عبد العزيز داود، ما كان لقينا أي الفنون دي كلها، ما كان لقينا، كان اندثرت. لأنه أستاذ خالد، خلينا إحنا نشوف ذاتنا الرأي أستاذ خالد في إنه تباع لكلامك ومواصلة لكلامك، أنا حرجع لك في إنه هل في إخفاق من الدور من الدولة في إيصال الثقافة والمعلومات والغناء بطريقته الصحيحة ليه؟ بداية خلونا نحيي أستاذنا كتيابلي على رأس صندوق المبدعين أو رعاية المبدعين، وهو يعاني ما يعاني عشان الـ 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 القضايا زي دي كده. وحقيقة أنا إذا أنا عشان برضو ما يبقى الموضوع إمكانيات الدولة وقدرات الدولة ومسؤولية الدولة، أنا في رأيي إنه المسؤولية هي مسؤولية جماعية، ولكن خلونا نرجع لأساس الفكرة. أنا تفكير النخبوي عادة ما من أنصاره صراحة، ولا أحب التفكير عن طريق النخب عشان نقوم نعمل نؤسس لفكرة أو لموروث للشعب السوداني. هذه العبارات والقصائد والمفردات والألحان الجميلة سجلت في الأكتوبريات، أستاذنا العظيم رب يديه الصحة العافية أستاذ محمد الأمين وأستاذنا هاشم صديق، وكذلك الكثير من الأغنيات الثانية، الآن أصبحت هي الذاكرة السمعية السودانية ذاخرة بها، وتستطيع أنها تسترجع في أي لحظة عشان تعبر صحيح عن قضية وطنية. الشباب الآن محتاجين أن يكونوا أفكار حقيقية، أفكار لها علاقة بالإبداع، أفكار لها علاقة بالنصوص زي النص الشعري قبل شوية أستاذنا عبد الرحمن. الأفكار موجودة لكن ما وجدت النور زي ما أنا دار أكمل الفكرة، أنه نحن عندنا مسؤولية جماعية، لأنه لو انتظرنا أن الدولة، ما دي هي الإشكالية الحقيقية دائما في كل الفترات التاريخية السابقة، أنه نقوم بالعملية بتاعة التغيير بشكل جيد وتبذل من أجل الكثير من الـ من الـ نعم. من الـ المهور يعني، ولكن ننتظر بعد أن تتم عملية التغيير أنه مطلوب من جهات أخرى إن هي تؤسس وتجعل لنا ما يمكن أن يسجل ويؤرخ للأفكار دي ذاته ويؤرخ للألحان. أنا في رأيي إنه المجتمع عنده مسؤولية جماعية يجب أن يقوم بها، وننتظر زي ما قال أستاذ سيد قبل شوية، هم على مستوى الفردي الأعمال ومسجلوها. أيوة. الآن تستطيع إنه صناديق كثيرة تنشأ، الآن تستطيع إنه جماعات كثيرة إنها تكون أجسام حقيقية عشان ترعى نفس عملية الفكرة والمفردة والألحان وكذلك التقديم عبر الوسائط. ما ننسى حاجة مهمة جدا، الآن البيئة تغيرت، الآن أستاذ سيد ممكن الآن في الاستوديو يسجل أغنية بالعود وبعد 10 دقائق تنتشر على مستوى العالم كله. صحيح، الوسائط والسوشيال ميديا أصبح غالية. زمان غير كان متاح إطلاقا كله الآن استفادة من الوسائط أيضا. الشباب الآن برضو قادرين ينشروا أفكارهم، الآن أنا شاهدت كثير من الأعمال الوطنية اللي تحتفي بالثورة عبر الوسائط، صحيح ما لقينا في أجهزة الإعلام الدولة، وتظل هذه الأفكار عقيمة ما لم يتغير النظام الأساسي الحقيقي الذي يدير دولاب هذه الأعمال، لأنها بالضرورة يجب أنها تتعامل مع المتغيرات بشكل حقيقي. صحيح. المتغيرات هي واحدة من الأسس، الآن نحن داخل الأستوديو ونتعامل مع مفردات التقنية، كل المفردات التقنية على مستوى أجهزة الصوت وغيرها والإضاءة وغيره، ليه نحن ما نتعامل مع باقي مناحي الحياة بنفس الفهم؟ ده محتاج لتخصصية، محتاج لتخصصية، محتاج لمؤسسية، محتاج لقيادات قادرة على أنها تفهم المعنى الحقيقي لكل قضايا من القضايا. القيادات دي نحن محتاجين لها في حياتنا. نعم. أنا دارك من الحياة. نعم. الكلام ده قاعد ذهنه معلش. قولوا طوالي. يا أستاذ خالد، شوف الفنون دي بتحتاج لرعاية وبتحتاج لفنون. أنا ممكن يعني على مستواي الشخصي أنتج وأبس في الوسائط المتاحة لي من فيسبوك وغيره، لكن برضو إنتاجي ده بيكون مبتور. ليه؟ لأنه بفتكر إنه الدولة هي مسؤوليتها مسؤولية كبيرة جدا جدا تجاه هذه الفنون. صحيح. كويس، والفنون لا تأتي من فراغ صراحة يعني. كويس، أنت عشان تأسس لفنون وتأسس لتسجيلات كويسة جدا جدا لابد إنه يكون تصرف عليها، يصرف عليها مال يعني. كويس، والفنون من غير مال ما بتقدر تنتج يعني. صحيح. كويس، انا ليه لو قدرت انتجت عمل وما بكون راضي عنه كل الرضا، ليه؟ لانه لو انتج في الاذاعه مثلا، انا برجع لك ثاني الاذاعه اوسع واكبر عشان انتشاره برجع لكل الناس، اذا الحبي يشيل منتوجك بالقهوه في الاذاعه، في الاذاعه بعدين الاذاعه ذاكره الامه، بكون الموضوع ده موجود قاعد. انا بضمن تسجيله على احسن
بضمن تسجيله بتنفيذه بأحسن أوركسترا، بضمن كل التفاصيل القائمة على هذا العمل بشكل جيد. يصبح يعني هو عمل قومي بما أنه نحن بنراه في مكتبة الإذاعة القومية وفي الإذاعة القومية، يبقى عمل قومي ما عمل فردي. بس أنا كايس الكلمة دي من قبل، بيبقى عمل قومي وعمل موجود صحيح في الإذاعة القومية، بكون محفوظ يعني. الناس بتتعامل معه على هذا الأساس، بتسترجع وتستدعيه زي ما قال أستاذ خالد قبيل في لحظة الحدث، يعني الإنسان بيستدعي. لكن خلينا نشوف تعاقب الحكومات أستاذ خالد في إنها هل ممكن أهملت جانب الثقافة على مر الحكومات المختلفة. أنا برضو مصر على الفكرة الأساسية، الفكرة الجمعية، العقل الجمعي في دائرة المجتمع، وأعتقد أنه حقيقة الدولة عندها أدوار حقيقية يجب أن تقوم بها. صحيح. وتعاقب الحكومات والأفكار السياسية اللي انتشرت في السودان في الفترات التاريخية تقريبا من خمسينات القرن الماضي وإلى الآن لا يسمح لكل الشعب السوداني بالمشاركة في العملية بتاعت الحراك الموجود، وبالتالي إذا كان تعاقب الحكومات أو غيرها أثر بشكل سلبي، أنا أعتقد أن المجتمع قادر على أنه يصحح، دائما يصحح في كل فترة تاريخية. الثورات هي كل ما تستطيع أن تفعله بقوة صحيح، إن هي تختزل وتختصر المسافات على الشعوب وعلى الأمم، لأنه كل ما ازدادت المعاناة في المجتمع تقوم الثورة بالتجديد واختزال الزمن واختصاره عشان تستفيد أجيال متعاقبة. صحيح قد يكون هناك أخطاء تاريخية على مستوى الأفكار السياسية والحكومات، ولكن من المسؤول الآن عشان نحاسبه؟ لن نجد مسؤول، لكن نستطيع أن نحاسب فنان اليوم الآن. نعم. سنة 2022 نستطيع أن نحاسب مفردة ومؤلف موسيقي سنة 1985 صحيح قادرين، لأنه أرخ بشكل جيد. يجب أن ننظر للقضية بشكلها الكامل، لأنه الآن إذا كانت الدولة أو المؤسسة السياسية أو أيا كان الشكل هي أخطأت في فترات تاريخية غيرها أو غيرها أو فترات تاريخية لاحقة، لا نستطيع أن نتفق على المستوى السياسي مطلقا، لأنه كل فكر سياسي هو عنده فكر ومضمون حقه براه، لكن المجتمع يتوحد داخل بوتقة الفن. الآن سيد عوض لما يغني بالعود والمفردات النصوص، وقبل شوية استمعنا مع عشقتك لجمالك، هذه المفردة والنص المؤلف اللحني الآن يظل موجود ويظل بعد عشرات السنين موجود، والاحتفاء بالراحل المقيم صلاح الدين البادية بعد عشرات السنين بعد أن يظل موجود. يظل موجود لماذا؟ الدولة إذا تكلمنا عن الدولة، الدولة ما عندها أي علاقة بالموضوع، لا من قريب لا من بعيد خالص. مفردة لحنية، نص مؤلف لحني عمله مؤلف موسيقي، مفردة نصية كتب شاعر، مجموعة بتاعت موسيقيين نفذوا العمل ونفذوا على منابر عديدة جدا، وأحيانا كان يتم عن طريق مواردهم الذاتية، ولكن يصبح الخلود لهذا العمل وتذهب الأنظمة، تذهب الحكومات وكلها تتغير. والآن أصبح هو حميد يحمد للناس، إنه كل شخص قادر يوصل صوته. نعم. كل الأصوات اللي كانت مكبوتة، كل الشباب اللي كانوا يمتنعوا من الحرية حتى بتاعت التعبير وحقة الرأي، الآن أصبح كل شاب يمتلك إذا كان هاتف في يده يوصل به رسالته. نعم. يصبح هو ذاته. نعم. رسول للناس اللي حوله للناس. نعم. اللي هو بيمثله. نعم. خلينا نحن نتفق في إنه نسمع أستاذ سيد في واحدة من الألحان الجميلة للثورة السودانية المجيدة. طيب نقوم نغني فوقك بجيب أشعار. يا سلام. معروف الهمام فارسا تخوض النار، دي من كلمات الشاعر علي أحمد علي، وألحان أخونا وحبيبنا إبراهيم حسن أحمد الشهير بعبود. ليه متحية. ونقول بشعار معروف يا الهمام فرسا تخوض النار، والله ما غدار فوقك بجيب أشعار معروف يا الهمام فرسا تخوض النار، والله ما غدار للمظلوم دوام انت بتجيب التار، للمظلوم دوام انت بتجيب التار، ساعة
سيفك للعدو يا الهمام بدار. الجود والكرم سويته جوا الدار، الجود والكرم سويته جوا الدار، من زمن البرامكة سويته لينا جدار جدار، والله لينا جدار. تناجي في الغفار صوتك بالذكر يصدح مع الأسحار، يا غايم دوام صايم دوام عز النهار الحار، قرشك للعديم تديه دون شعار، والله دون شعار. صديق مفروشة بين أزهار، دربك للعدو قاسي مولع نار، يا مواسي الحزين من قسوة الأغدار، يا مواسي الحزين من قسوة الأغدار، والله يا أغدار. بجيب اشعار معروف يا الامام، فرسا تخوض النار يا غدار. يا سلام يا سلام يا سلام. اثبتوا لنا الشباب انهم قادرين يخوضوا النار وقادرين يخشوا معارك صعبه وقادرين انهم يضحوا بنفسهم استاذ سيد في انه يصلوا للي هم عايزينه. واستاذ خالد نحن شفنا شباب غامروا وشفنا شباب يعني ما هماهم نفسهم، كان كل اللي بهمهم انهم يحققوا ذاتهم من الحاجه اللي هم عايزينها من الوطن. يعني شنو اللي بترى انه الثوره دي ممكن تدرس في المدارس وممكن تقدم كمناهج يتعلموا منها الغير في حب الوطن؟ يعني حقيقه انا والله دي تحيه كبيره جدا وتقدير واحترام عالي جدا لشباب الجيل ده، واللي هو أتى بقضية قد تكون فعلا حاجة مستغربة بشكل كبير جدا في وقت كانت انتشرت فيه ممارسات على مستوى الاجتماعي، ممارسات غير جيدة ألصقت تهم عديدة جدا على مستوى الشباب، وقدرت بأنه هذا الجيل لا يستطيع حتى أنه يرعى بعض الأمور الخاصة بشخصيته الحقيقة حقته يعني كده. وكانت هناك أفكار عن التصاق بعض التهم الأخرى بالممارسات التعاطي وغيرها وغيرها، كانت منتشرة بشكل كبير جدا في الأوساط الفكرية وقتها. ولكن الشباب أتى بمتغير غريب لم يكن في الحسبان إطلاقا. كله نعم، أنا في رأيي أنه برضو الأمم دي والقيادات حقتها دائما هي تأتي من هؤلاء الشباب في كل الأوقات. والشاب هو الشاب والشابة، وتحياتنا واحترامنا لهم، الشاب والشابة هم اللي يستطيعوا أن يصنعوا التغيير. نعم على مستوانا نستطيع أنه نجعل بعض القضايا الفكرية القديمة عشان نتعامل معها عشان تصبح هي جزء من موروث الوطن، لكن الشباب يستطيع أنه يجعل التغيير سريع ويستطيع أنه يجعل من التغيير آلية طبيعية جدا منتشرة داخل المجتمع. الآن الشباب قاموا بعديد من الممارسات الحقيقية داخل التوصيف الحقيقي للثورة، الإحساس اللي جواهم في أنه هم قدروا قاوموا حكومات كانت معاصرة لـ30 عام في أنها تهزم وتصل للمرحلة دي، أدهم إحساس بالأمان وبالقوة في أنه هم قادرين يقودوا حتى نفسهم. زي ما أنت قبل شوية ذكرت أنه الناس بيقول لك يا أخي ده شباب طايش سايق،
اثبتوا عكس ذلك. نعم انا برضو ما داير اختصر قضيه الشباب في الشباب الان، تحيه وتقدير للشباب الان. اتكلم عن الشباب حتى سنه 85 لما قامت ثوره الانتفاضه كانت قامت عن طريق الشباب، كانوا متمثلين في كل الثورات كانوا عن طريق شباب. نعم صحيح. انا داير اقول انه الشباب يستطيع انه يجعل من التغيير حقيقه واقعه. نحن نستطيع انه في اعمارنا المتقدمه انه ننظر لهم بشيء من الاشفاق ونشعر بانهم هم ما عندهم القدرات ولا عندهم الامكانيات، ولكن ياتوا بالجديد دائما في كل وقت من الاوقات. الشباب الان استطاعوا انه يحركوا هذا المكان الساكن داخل المجتمع ويجعلوا منه قضايا كثيره جدا. هم نفس الشباب الان المسؤولين من رعايه هذا التغيير، لانهم لما صنعوا هذا التغيير وكانت عندهم افكار حقيقيه اتوا بما يجعل انه من هذا التغيير واقع معاش داخل المجتمع. بالتالي شوفي خطوره الشاب والشابه في المجتمعات يجب انها تدرس بعنايه، لانه لما يصنعوا شيء من التغيير لو ما كان مؤسس بشكل جيد وعنده قدرات بتاعت ناس قادرة إنه تسوق هذا التغيير بشكل مرتب يبقى معناه دي مصيبة كبيرة جدا، تحصل إشكاليات أكبر. يفضل في هذه الأوقات إنه الشاب أو الشابة إنه يدرسوا واقعهم بشكل جيد قبل الخروج في الخطوات اللي ممكن تحصل. نعم. التبعات اللي نعم بالضبط كده اللي ما مدروسة. ولكن الشاب هذا الجيل، هذا الجيل جيل عظيم بشكل خطير يعني، ويستطيع إنه يفعل أكثر مما هو الآن يقوم به من أدوار. صحيح. التحية لهذا الشاب والله والشابة، وكذلك كل ما قاموا به من أدوار الآن مسؤوليتهم أكبر في رعاية تحديهم أصبح أكبر في أنه هم يصلوا، هم بيفتشوا. نعم. كيف يصلوا عشان كذا غير قضاياهم وقضايا الشبابية، هم الآن مسؤولين حتى من الكهول ومسؤولين. صحيح. من كل الناس التانيين موجودين داخل المجتمع السوداني. نعم. الفنان السيد هو مسؤول كمان. أنا والله بالتأكيد أنا استوقفني تسجيل فيديو صغير كده. نعم. أطفال في الابتدائي بيستمعوا لأغنية وطنية أو أغنية ثورية، الأطفال دي اللي بيبكوا بكى شديد جدا جدا وبيغنوا مع الأغنية ومشاعرهم ملتهبة جدا جدا جدا. يا جماعة أنا بفتكر الشباب دي يعني أرهقتنا الشوارع وأرهقنا التظاهر، والله يعني أنا شايف فيهم خير كبير جدا. الشباب دي فيهم خير يعني لابد إنه يعني يلقوا مساحة كبيرة جدا جدا عشان نحن ذاتنا نستفيد من هذا الخير الكبير في حوالي الشباب. زمان نحن ما بنلقى أستاذ خالد أستاذ سيد في إنه مساحة تتكلم يعني شنو ثورة، يعني شنو تغيير حكم، يعني شنو. وأطفال صغار عمر 5 سنين و6 و7 سنين، الثورة الآن غيرت المفاهيم تماما، خلت الأطفال يعرفوا يعني شنو نظام ديكتاتوري، يعني شنو حكم، يعني شنو ثورة، يعني شنو أنت عندك حقوق لازم تكون حقتك عشان ما تستجلبها من 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 البلد اللي هي بلدك اللي انت قاعد فيها. زمان كنت استمع لمقوله دائما يقول لك الجهل نعمه. الجهل نعمه اصبح حقيقة. الان ما في جهل. لا الاشكاليه وين؟ انه المعرفه والعلم يصبح مسؤوليه. صحيح. وبالتالي اذا كنت جاهل ببعض الفرائض وما قادر تاديها بشكل جيد يوم المعرفه بها تصبح مسؤوليتك اكبر، مسؤوليه المعرفه وانك تؤديها بالشكل الصحيح. صحيح. الان الشباب لديه المعرفه، معرفه منتشره بشكل كبير جدا، ولديهم معرفه حتى بموضوع القضايا ومجموع القضايا والقيم الاجتماعيه الموجوده في المجتمع السوداني. هو الان عنده علم تمام ومعرفته حقيقيه انه هو صنع هذا التغيير، وانه هذه الاطفال اللي تكلم عنه استاذ سيد قبل شويه لما يستمع الاغنيه الوطنيه ويبكوا هي اغنيه حركت اشجانهم. الان مسؤوليه الشباب ومن قام بكل هذه الاعمال الجليله والخطيره يجب انه يدرك انه اي اخطاء قد تؤدي بهؤلاء الصغار الى اشكاليات اكبر هو مسؤوليته الحقيقيه. صحيح. وبالتالي يجب انه تكون في مجموعه كبيره جدا من الفعاليات والورش تضم الناس زي مع بعض عشان تكون في امكانيه حتى نحن ذاته نقعد، لانه احنا الان دايما نتعلم. نحن محتاجين معرفه. بالضبط. نحن ممكن نقوم نشارك معاهم بالوجود الفاعل ونكون وجودنا حقيقي ودعمهم بشكل جيد، ولكن بالمؤكد انهم المجهود الكبير اكثر من 80% هو على عاتقهم هم. نحن نسال الله سبحانه وتعالى انهم يعني ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم في المجهود ان شاء الله. ان شاء الله. بما ان احنا بنتكلم عن المعرفه والاليه وامتلاك الاشياء، خلينا نشوف الفنان ذاته استاذ خالد. نعرج لموضوع الموسيقى شويه وهو جزء ما بيتجزا وده تخصصك، لكن الفنان لازم يمتلك اله موسيقيه هو عشان يقدر يبدا بها او يتقوى بها او يكون زي ما احنا شايفين استاذ سيد هو بيعزف لنا العود وبيغني. في فنانين ما بيعزفوا لكن بيغني. طبعا انا برضو دي واحده من القضايا الثوريه الان يجب ان طرحها بشكل جيد ومناسبه. نعم. لانه على مستوى الوسط حقنا واستاذنا السيد هو من شؤون العضويه في اتحاد المهن الموسيقيه. الان الوسط يعاني في كثير من الممارسات تحتاج الى تقويم. نعم.
وتحتاج لانها تكون ماشيه في التراك الصحيح. والان اعتقد عندهم كثير من الضوابط والنظم حتى تطبق في الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى. الفنان يمتلك آلة، يمتلك قدرات على أنه يوصل المفهوم المفردة اللحنية والمفردة النص كذلك، يستطيع أنه يكون عنده قدرة على أنه يتعامل مع موضوع الصوت زي ما أستاذ سيد بيتعامل مع موضوع الصوت. بالمناسبة أنتوا عزمتوا أستاذ سيد لبرنامج الصباح، ودي من أصعب الحاجات الناس ممكن يعملوها أنه نغني الصباح. عارفة ذكرتني قمت عليكم شوية الموضوع. الحوار الصوتي تكون مرخية ولا شنو؟ أنت عارف يا أستاذة، أنا مرة كان معي أخوي حاتم الشيخ ربنا يطرب الخير، نعم، ودعاني الإذاعة السودانية في برنامج للعيد وكان الضيف بتاعه الطيب محمد طيب، وأنا زمان ذاك صغيروني كده، فقال لي يا أخي تجي بدري جدا جدا لأنه التسجيل الساعة 9. دق لي تلفون قال لي لا 9 دي ما حنلقى لأنه في استوديو باص، تجينا الساعة التسجيل الساعة 7 صباحا. أنا قمت مع النجمة يعني مشيت الإذاعة وكده وزعلان، ده يعني اتفلسف علي شوية كده يعني. فدخلت الإذاعة جوا الاستوديو شايل العود، قلت لي يا أستاذ حاتم يا أخي معقول يا أخي تجيبني يا أخي الساعة 7 صباحا يا أخي والحبار الصوتية لسه مرتخية؟ قام الطيب محمد طيب قال لي يا ولد ما تغني ساي، أول زمان سرورة كان عنده حبال. فالغنى طبعا، الغنى طبعا يعني في الفترة الصباحية ده من أصعب الأشياء، لأنه أنت بتكون صاحي من النوم، الحبار الصوتية حقيقة يعني ما فلسفة يعني، صحيح الحبار الصوتية بتكون مرتخية جدا، ما بتكون أخذت الوضعية بتاعتها. فهسا انا بحاول اغني من غير ما اضغط على حبالي. لا انت ما شاء الله عليك يعني هسا متماسك جدا وصوت جميل. الله يخليك، شكرا. نحن سمعناه واثربتنا، وبما انه احنا بنتواصل في ثورتنا وفي ثوره ديسمبر دارين نشوف شنو اللي ممكن نحن ذاتنا نقدمه يا استاذ خالد. زي ما انت بتتكلم انه الحكومات هي ما كل شيء، من الممكن يكون عنده الدور الاكبر في ايصال الرساله، في توصيل حبنا لوطننا لبعضنا بعيدا من المشاكل، بعيدا من الانفصالات اللي حاصله عندنا الان. يا سلام عليك، انا والله ده سؤال مهم جدا، واعتقد انه المرحله الان بتتطلب انه السؤال ده يطرح بشكل كبير جدا على كل البيئات والمجتمعات السودانيه، وعلى مستوى على المستوى العقدي وعلى المستوى القبلي وعلى المستوى الجغرافي وعلى المستوى التعليمي والمناهج الأكاديمية. بالضرورة هذا السؤال يجب الآن أن يطرح بقوة، وهذا السؤال يجب الآن يجب أنه هو يكون محور حديث المجتمع لفترات طويلة لقدام. صراحة الناظر لتاريخ السودان في الفترات الفاتت بيكتشف أنه كان عدم الإجابة على هذا السؤال كانت هي الإشكالية الحقيقية. الآن الكنداك عندها دور حقيقي في عملية تقويم أفكار المجتمع بشكل جيد. نعم. كنداكا. كذلك ذلك الرجل الكهل اللي عنده الخبرة التراكمية العالية جدا يجب الآن إنه يجعل من قدرته على إنه يوصل الأفكار ذات المسؤولية الجادة للمجتمع عبر منابر حقيقية، ويجب أن تتاح له الفرصة. أنا لسه دائماً على باستمرار بقول إنه المنابر بتاعت الدولة هي غير كافية لأنها توفي بهذا الغرض. لكن الفنان عنده دور. كذلك المعلم عنده دور، يجب أنه نحتفظ بقدر عالي جدا لأمور المهنية بشكل جيد أنها تظل هي موجودة في المجتمع بشكل حقيقي، لأنه موضوع المهنية واحتفاظ كل زول بأدواره الحقيقية عشان يقوم بها بشكل جيد هي واحدة من وسائل العلاج والمعافاة في المجتمع السوداني. السؤال خطير لأنه الآن يجب التعامل معه بشكل من الخطورة والوعي الكامل. قضايا الوعي والمعرفة يجب أنها هي تكون واحدة من أولويات كل المجتمع السوداني، لأنه عدم المعرفة والوعي بفكرة الثورة وفكرة الحراك نفسه، لو اختزلنا القضايا الاجتماعية السودانية في السياسة نحن بنخطي خطأ كبير جدا في حق الشعب السوداني. صحيح. لأن الشعب السوداني متعدد التفاصيل والأعراق والميول والأمزجة والسحنات، ونحن مختلفين فمحتاجين نتوحد. نعم. أستاذ سيد ده سؤال ختامي أنا برضو حوجهه لك، في أنه أنت ذاتك نحن تكلمنا عن الفنون ودورة. نعم. وانت اديتنا نماذج ومسائل، لكن اختم لنا بكلام منك. نحن سمعنا دندناتك الجميلة وعودك، لكن خلينا نشوف رسالتك أنت ذاتك للشباب وللثورة عموما ولشنو المحتاجين له في البلاد. والله يا أخي الشباب هم عماد المجتمع، ونحن معولين عليهم كثير جدا جدا، والفنون زي ما أنا ذكرت أنه عندها دور ودور كبير جدا جدا. أنا أتمنى أنه الفنون والثقافة تجد مساحة كبيرة جدا، لأنه الثقافة هي تقود الحياة. صحيح. ونحن من غير ثقافة لا نقود مجتمع يعني، فنتمنى أنه الثقافة تقود الحياة،
ونقول لو ختامنا الثقافة هي أكيد بتقود الحياة، ونحن بثقافتنا بنصل وننهض ونصل لكل الأمم. أنا شاكرة ومقدرة لوجودكم اليوم أستاذ سيد عوض، شكرا جميلا، شكرا لك وشكرا لمشاركتك ولحضورك الصباحي وحبالك الصوتية كانت حاضرة. شكرا كثير لك. أستاذ خالد إمام شاكرة ومقدرة لوجودك اليوم، نورت هذا الصباح صباح الشروق، ونتمنى نشوفك تاني وتالت بإذن الله معنا. إذن هي كان صباح وصباحات مختلفة عبر صباح الشروق، تنسمنا فيها ثورة عظيمة جدا، ثورة ديسمبر واستقلال سودان مجيد. نتمنى أنه نعيش في أمان وسعادة ومحبة وتماسك بعيدا عن النزاعات والصراعات. خلينا نطرب ونسمع أيضا كمان كورال كلية الموسيقى والدراما، هو ينشد لنا مثيرة فنية ويوصل لنا رسائل في حب البلاد. شكرا جميلا، شكرا كثيرا في هذا الصباح، نلتقيكم في أمان الله.